السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. باباتي، هذه مسألة إيجاد الإنفيرس ماتريكس واضحة؟ لو أعيدها. دكتور، بس الانفيرس يعني آخر خطوة انه الاس زائد 7 صارت مكان الاس، بس العشرة يعني مجرد انضربت السالب، يعني شلون صارت هيك؟ وهسه راح نوضح. تمام. شوفوا باباتي، انا حتى اوجد الاس اي ماينس الاي الكل انفيرس، هذه اني الاس اضربها بالايدنتيتي ماتريكس اللي هي ال 1 0 0 1. فايش راح تصير؟ راح تصير اس 0 0 اس. أنا عندي الأي تساوي لي، شو تساوي لي الأي؟ من السيستم اللي عندي، عندي 0 ب 1 بناقص 10 مو تمام؟ ردوا لي إذا، لأن أنا ماذا أشوفها زين. مو تمام؟ هذه الأي مضبوط؟ الآن مضبوط. الآن هذه الماتريك أنقصها من الأي، فش حيكون الناتج؟ حيكون الناتج هو اس ناقص 0 اس، 0 ناقص 1 ناقص 1. ناقص 1. و 0 ناقص ناقص 10 10. و اس ناقص ناقص 7 راح يصير اس بلس 7. تمام؟ الآن عندي هذه هي تساوي للاس اي ماينس الاي، اريد اوجد لها الهادي. الهادي اريد اوجد لها الانفيرس. فالآن راح نوجد لهذه الماتريكس راح نوجد لهذه الماتريكس اللي هي اس اي ناقص اي انفيرس، اللي هي من هي؟ اللي هي اس ناقص 1 و 10 اس بلس 7. عندي قانون يقول الاي انفيرس تساوي لي الادجوينت of A على ال determinant of A. ال determinant عرفناها شلون سويناها. A 1 2 A 2 1 A 2 2. ال adjoint مال هاي حتى اوجد لها ال adjoint عندي اول مرة اوجد الكوفاكتر. الكوفاكتر هو هذا. الان راح نوجد الكوفاكتر. الكوفاكتر كو فاكتور اوف اي هو شنو هو؟ نخلي الاشارات اول مره، بلس ماينس ماينس بلس. هذا طبعا اذا اكو بعد 3 باي 3 يصير بلس ماينس بلس، الجو يصير ماينس بلس ماينس، الرو الثالث يصير بلس ماينس بلس. هذه الثوابت، هاي اشارات راح نجي. هنا شيء يصير، يصير الاي 2 2، لانه اني من اجي اريد اوجد الكوفاكتر مال الاي 1 1 اشيل رو واشيل كولوم، فمن يبقى عندي؟ يبقى عندي فقط هذا الاي 2 2، فيصير الاي 2 2. هنا من هو؟ حشيل الرو الاول الكولوم الثاني، فيبقى أي. عندي بس اي 2 1. اي 2 1 فاي 2 1 هنا بال، من اجي اريد اوجد ال، بال، البارامتر الاول بالرو الثاني اشيل الكولوم الاول الرو الثاني، فيبقى عندي فقط اي 1 2، والاخير اشيل الرو الثاني الكولوم الثاني، فيبقى عندي فقط اي 1 1. فايش حيصير؟ الاي 2 2 مضروب باشاره بلس، الاي 2 1 مضروب باشاره ماينس، الاي 1 2 مضروب بإشارة ماينس، الـ A11
مضروب إشارة بوزت، فنوجد الكوفاكتر مال الماتريكس مالتنا. ايش حتصير الكوفاكتر مال الماتريكس مالتنا؟ من يقول لي؟ حتصير S بلس 7. تمام؟ بمن هو؟ ها؟ بالناقص 10. بالناقص 10. بمن هو؟ أب 1 بناقص 1. أب 1؟ أب 10. لا، بس. بس. إيه بس. تمام؟ هاي هي الكوفاكتر مو الأدجوينت، دير بالك. هاي الكوفاكتر. الأدجوينت ايش يساوي؟ عندنا معادلة تقول الأدجوينت الأدجوينت اوف اي يساوي للكوفاكتر اوف اي ترانسبوز. هاي علامة الترانسبوز اللي هي يسمونها بوستروف بالماتلاب. شنو هذا الترانسبوز اللي هي تي؟ معناتها بعض الكتب يسمونها تي. التي شلون اوجدها؟ اقلب الرو كولوم والكولوم رو، فش حيصير؟ حيصير اس بلس 7 ناقص 10 و 1 بس. واضحة؟ هذا هو شنو هو؟ الادجوينت. هذا الادجوينت اقسم على الديتيرمنت تطلع لي شنو هو؟ تطلع لي الانفيرس ماتريكس. ولذلك احنا من سويناها كانت هاي النتيجة. باعوها هذه S بلس 7 1 ناقص 10 بس. هذه صارت شنو؟ اللهم امين رب اغفر الادجوينت. واضحة باباتي؟ راح اسوي لكم مثال على السريع اذا كانت 3 باي 3. اوكي؟ اذا عندي هيك اي ماتريكس بزيرو بناقص واحد باثنين بزيرو وبوان وبوان بزيرو بوان. هذه اريد اوجد لها الانفيرس مالتي. فاول مره شوجد اوجد الديتيرمنت. تعرفون توجدون الديتيرمنت مو تمام؟ راح تكون واحد في صفر في واحد ناقص واحد في صفر صفر. هنا ناقص صفر في كل اثنين في واحد ناقص واحد في واحد في واحد واحد في واحد، فهو راح يروح اثنين ناقص هاي يعني ثلاثة، بس هو راح يروح ناقص واحد في اثنين في صفر ناقص صفر اثنين في صفر واحد صفر صفر كل راح يصير صفر. هاي تساوي صفر. هل اقدر اوجد انفيرس ماتريكس لماتريكس الديتيرمنت مالته الصفر؟ لا. من يقول لي؟ لا شو يسمونها هاي؟ شو يسمونها هاي؟ راح تصير القيمه راح تصير الكسر على فان. صفر. ايه شو يسمونها هاي الماتريكس؟ نسيتها. يسمونها سنجولار ماتريكس. سنجولار. سنجولار ماتريكس. هذه ما يصير، فاحنا ايش راح نسوي؟ حتى للمثال حنغير بواحد من البارامترز نسوي مو صفر. حنخلي هذا حنخليه اثنين وهذا. الان من نجي نوجد الديتيرمنت ما حتكون زيرو، حتكون 1 في 0 في 2 راح يصير 1 في 2. وهنا 0 يتكنسل، وهنا ناقص 1 في 4 ناقص 0 4، ف
فراح تكون ايش قد الديترمنت عندي ناقص 2. هاي وجدنا الديترمنت. اوكي الان شلون اوجد ال راح نجي على الادجوينت. الادجوينت باباتي هو كالتالي 1-0-1 يساوي قلنا الفاكتور اوف اي ترانسبوز. شلون اوجد الكوفاكتور؟ راح نجي راح نقسم الاشارات زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد. راح نجي الان اجعل الاي 1 اللي هو هذا ارفع الرو الاول والكولوم الاول واوجد الديترمنت. الان لانه ثلاثيه صار عندنا سب ديترمنت، هذه هسه يسمونها سب ديترمنت، من اجي اشيل الرو الاول والكولوم الاول فصارت شنو هو 0 في 1 0 ناقص 1 في 2 ناقص 2. فاذا هاي راح تكون ناقص 2، هذا اول واحد لان ضربت الناقص بالبوزيتيف فصارت ناقص. نجي الثاني ايش حشيل؟ الزيرو، حرفع الكولوم الثاني والرو الاول فيبقى 2 في 1، هاي 2 في 1 ناقص 1 في 1 فايش قد؟ 1 مضروب بالناقص راح يصير ناقص 1. هنا حتى اوجد الكوفاكتور مال هذا راح اشيل الرو الاول الكولوم الثالث فيكون 2 في 2 ناقص 0 في 1 فايش قد؟ 2. هنا لازم الغي الرو 4 دكتور الكولوم الاول 4 سوري 4. هنا حشيل الرو الاول الكولوم الاول الرو الثاني فحتكون 0 في 1 ناقص ناقص 1 في 2 يعني زائد 2 واكو ناقص اصلي يصير ناقص 2 اللي هو مالت الكوفاكتور. هنا حرفع الرو الثاني الكولوم الثاني فتصير 1 في ناقص 1 ناقص 1 ناقص ناقص 1 يعني شنو؟ يعني 0 فهذا 0. هنا حرفع الرو الثاني الكولوم الثالث فتكون 2 ناقص 0 فهي 2 واكو ناقص فتصير ناقص 2. هنا 0 في 1 ناقص 1 في 0 0. هنا حيكون 1 في ناقص 1 حيكون ناقص 1 ناقص 1 في 2 فحيكون ايش قد؟ ناقص 2. ومن هناك عند ناقص 1 حيكون ناقص 3 موجود الناقص الاصلي فيصير زائد 3. هنا 1 0 2 في 0 0 اذا 0. هذا الان شنو هو؟ هذا مو الادجوينت، لازم اسوي له ترانسبوست. الترانسبوست هو كالتالي اسوي الرو كولوم والكولوم رو فراح يصير ناقص 2 ناقص 1 بزائد 4 اللي بعده شنو هو؟ ناقص 2 0 ناقص 2 واللي بعده 0 3 0. هذا الادجوينت، هذا الادجوينت واضحه باباتي؟ هذا الادجوينت اقسمه على الكوفاكت على الديترمنت اللي طلعناه بالبدايه يصير عندي الاي انفيرس. واضحه؟ واضحه دكتور ان شاء الله ان شاء الله واضحه. اذا الان نرجع الى محاضرتنا باباتي. الكومبلكس امبيدنس موضوع جدا سهل. الكومبلكس امبيدنس انه احنا انتم ماخذين مفهوم الامبيدنس المفروض وين ماخذيه؟ ماخذيه بالدوائر وتمام. دا تشوفون احنا نحتاج شويه دوائر شويه اسس شويه الكترونيكس شويه رياضيات حتى تراجعوه كل. لذلك احنا مشكلتنا السيطره
انهم الداخلين مع كل الاختصاصات. فنجي الامبيدنس انه انت البرانش كله توجد به الممانعة مالته. فاني من عندي الان بهذه الدائرة اللي امامكم هذه عندي اني تو امبيدنس Z1 وZ2. شلون بنيتهم؟ بنيتهم على اساس هذه الدائرة مالتي الاصلية، انه انا عندي السيريز باراميترز اللي هن الال والار اقدر اسميهم زت 1 واوجد لهم اياه الامبيدنس، لان راح تصير شنو الال اس بلس الار. احنا كل ال نحط ويا اس وكل سي نحط ويا واحد على اس وتمام. والامبيدنس الثانيه هو عندي برانش ثاني اقدر اسميه زت 2. لذلك حولت هاي الدائره الكهربائيه اللي هي RLC circuit إلى impedance circuit من to impedance. هذا مفهوم الامبيدنس وانتهى الموضوع. عرفنا شلون نشكل الامبيدنس سواء كان عندي serial branch أو parallel branch، راح نشكل من عندهم الامبيدنس وبعدها نجي نكمل الربط مالت الامبيدنس ونوجد من عنده الترانسفير فانكشن. طبعا هذه طريقة لتبسيط إيجاد الترانسفير فانكشن، لأنه إيجاد الترانسفير فانكشن باستخدام السنجل باراميترز يكون أصعب بالدوائر المعقدة. إذا اعتمدنا على الإمبيدنس تكون أسهل، لأن راح تكون أيضا عندنا رابطة سيريز وبارالل وتكون أسهل بكثير مثل ما راح نشوف الآن. هاي اللي قدامكم راح نشوف انه شكلنا تو امبيدنس الزت 1 والزت 2 مثل ما قلنا. هذه الان تمثل الزت 1 وهذه الزت 2. اذا اني اقدر بسهوله اوجد الاي اوت على الاي ان مباشره، تكون هي الزت 2 اوفر الزت 1 لان باستخدام خاصيه الفولتج ديفيجن فوجدناها بسهولة، تكون أسهل مما نسوي معادلتين مثل ما سوينا سابقا. احنا هذه الدائرة حليناها سابقا، شفنا انه سوينا معادلتين عوضنا واحدة بالثانية الى ان وجدنا هذه الفورم الأخيرة، بينما هنا تكون أسهل. هذا ممكن نعتمده. الآن عندي هذا مثال راح نشوف لما نحله بالطريقة العادية التراديشنال راح يكون عندنا two loops وبالإضافة إلى معادلة الـ E out حتى نوجدها، بينما بالإمبيدنس تكون أسهل. الآن أنا أريد أوجد transfer function نهائية اللي هي الـ E out على الـ E in هذه، فراح نشوف شون نوجدها وشون نتعامل معها. الآن بالطريقة العادية الترادشنال إنه أكتب معادلة اللوب الأول وأكتب معادلة اللوب الثاني هذه ومعادلة الـ E out، بعدها أخذ لهم لابلاس. هذه معادلة كيرشوف فولتج لو مسألة عادية يعني. بعدها راح أوجد أيضا اللابلاس مالت المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة. بعدها أجي أعوض الـ I1 بالـ I2 حتى، لأن أنا أحتاج الـ I2 حتى أوجد الـ E out، راح تطلع لي هذه المعادلة. أعوضها بالمعادلة الأولى الرئيسية وأقسم الـ E out على الـ E in راح تطلع لي هذه، راح تطلع لي هذه الفاينل expression مالت الـ E out على الـ E in. هذه أنتم المفروض تعرفوها وماخذيها سابقا بالإلكتريك سيركت. احنا ناخذها بس حتى نوجد الترانسفير فانكشن. هذه عيدوا حل هذا المثال حتى يعني يكون سهل عليكم. لو انا اريد احل هذا المثال بالامبيدنس مباشره اخذ الزت 1 والزت 2 واقسم الزت 2 على الزت 1 وتطلع لي الاي اوت على الاي ان. الان اذا اريد اشوف الترانسفير فانكشن بالكاسكيد element، إذا أنا عندي دائرة هل بالإمكان أقسم الـ elements مالتي إلى stages
واستخدم خاصية الكاسكيد راح نشوف. إذا أنا عندي in general عندي G1 هي X2 over X1، وعندي G هذا G1، وعندي G2 هي X2 X3 over X2، ممكن أستخدم خاصية الكاسكيد اللي هي أي stages عندي بها يعني multi stages بالإمكان إذا هن على لاين واحد أضرب واحدة بالثانية. إذن أنا إذا أريد أوجد الـ X3 over الـ X1 فبالإمكان أضرب هذه الـ 2 حتتكنسل الـ X2 مع الـ X2 ويبقى لي الـ X3 على الـ X1 وأوجد الـ final G. هذا يسمونه كاسكيد. هذا إلى تطبيقات واسعة راح نشوفها خصوصا بالبلوك دايجرام بالمحاضرة يعني بالموضوع الثالث راح نشوفها هواية. أي برانش بـ 2 كاسكيد ماتريكس راح نضربهم واحدة بالثانية ويشكلون لنا overall transfer function. عندي هذه شوفوها سوري هذه هي الماتريكس الأولى وهذه الماتريكس الثانية، نقدر نضرب واحدة بالثانية واستخرج الـ X3 من الـ X1. أتصور هذه واضحة وسهلة وأنتم مستخدميها سابقاً بموضوع السيركتس. الآن هذا هنا أنا عندي فالدائرة بها 3 stages بها هذه الـ R1 والـ C هي stage الأولى بها amplifier oscillating amplifier gain هي stage الثانية، وعندي ستيج الثالثة هي الـ R2 والـ C2. فإذا بالإمكان أوجد الـ E out على الـ E in من خلال ضرب هذه مع هذه الستيج الثانية مع الستيج الثالثة وأوجد الـ E out على الـ E in، بحيث أني بالإمكان أقول عندي G1 هي إيش تساوي لي؟ تساوي لي الـ R مع الـ C1 برر. بعد أنا إذا أخلي هنا نقطة وهنا نقطة وأسمي هذه الإي اللي بيناتهم أسميها إي آي ون، فش حتكون عندي إي آي ون راح تكون عندي الإي آي ون أوفر الإي آي إيش تساوي لي؟ واحد على من هو هذه R C circuit. فش راح يصير مربوطات توالي راح يصير R C R1 C1 S plus 1. هذه إذا ما واضح أي واحد بيكم هذه شو صارت؟ هذه الواحد على C S زائد R إيش حتساوي لي؟ حتساوي لي R هتساوي لي R CS plus 1 over CS. أوكي؟ فهذه من أريد أوجدها هتكون بهالشكل هذا. أوجد الثاني أيضا وهذا الجين K من أضربهم لتلاحظون هذا الK الموجود هنا K over ال R1 C1 S plus 1 في ال R2 C2 S plus 1. هذا مفهوم الكاسكيد بهيجي دوائر. الآن إذا عندي فد سيستم للديسيماتور، احنا الديسيماتور باباتي مثل ما ماخذينه انتم بالمكائن، تذكرون شلون ماخذين الديسيماتور بالمكائن؟ ها؟ تسمعوني باباتي؟ نعم دكتور. نعم دكتور اسمع. شلون ماخذين؟ شلون ماخذينه؟ من يتذكر؟ يلا تذكروا وياي. من درستكم مكان دكتور ستار؟ نعم دكتور. ايش كم تقنيه انطاكم بالديسيماتور؟ نعم دكتور. التقنيه شنو تقصد بها دكتور؟ احنا بالديسيماتور حتى نسوي كنترول
هنا اكو تو تكنيكس ماكو غيرهم. شنو نطاكم بهن؟ شلون اشغل الماتور؟ شلون الديسيماتور شلون يشتغل؟ هذا الميكانيزم مالته. ها دكتور ما ملفات نعم دكتور، عندنا ملفات الارميتر وعندنا ملفات الفيلد، نغذي ملفات الفيلد ونغذي ملفات الارميتر بدي سي فولتج. اثنيناتهم نغذيهم دكتور الموتور اثنيناتهم. شلون اثنيناتهم شلون يشتغل؟ عندنا الستيتر والروتر، نغذي الستيتر يعني راح يصير عندنا حركة بالروتر أو بالعكس، أكو مطارات الروتر هو الثابت، فإيش راح يصير؟ شوفوا باباتي، هو هي الوضعية، هي الفلسفة مو هيك، هي الفلسفة إنه إحنا فعلا عندنا شغلتين بس مو اثنين نجهزهم. لذلك إحنا بالماتورز راح تشوفون إحنا عندنا شيء اسمه current excitation و field excitation. سمعانين بهن مو؟ اي دكتور باباتي اذا ما سمعاني بينا على العموم باباتي، شوف احنا بالديسيماتور يا اما نسوي فيلد ونخلي الروتري الستيتر يدور، يا اما نسوي كارنت ننطي كارنت. فلذلك احنا عندنا كارنت اكزايتيشن وفيلد اكزايتيشن، هذين راح ناخذهم احنا بالتفصيل. من اقول كارنت اكزايتيشن معناتها ارميتشر كنترول ديسيماتور اللي هو هذا قدامكم، راح نشوف انه انا راح ادرس هذا البارامترز بهذا السيستم. شنو هو عندي بهذا السيستم؟ الارميتشر ريزيستنس، وعندي الارميتشر اندكتنس، وعندي الارميتشر كارنت كبارامترز، ذول اللي امامكم معرفكم اياهم اني، وعندي الفيلد كارنت، وعندي الباق اي ام اف ايضا، وعندي التورك، وعندي الاكوفالنت مومنت اوف انيرشيا، وعندي الفيسكوس فراكشن كوفيشنت. هذول هم الفيزيك باراميترز اللي تحتاجهم لما تسوي معادله رياضيه للديسيماتور، غيرهم حيصير عندك نقص، حتطلع ترانسفير فانكشن للديسيماتور لكن الاكيرسي مالتها ضعيف. ليش؟ لان انت هملت فد باراميترز معين، لان اكو باراميترز انا اقدر اهملها لكن اكو ما اقدر اهملها، لكن اكو مثلا على سبيل المثال الاف اقدر اهملها، الاي بي اقدر افرضه واحد، وهكذا حتى اسهل على نفس الموضوع. وراح نتعامل ويا ذني الباراميترز. الان احنا عرفت لكم انا كل باراميتر شنو هو، بعدين بالامتحان ما اعرف لك، ما أجيب لك سؤال حتى أطلب من عندك مطلب أعرف لك كل هاي صفحة كاملة، صفحة ونص، ماكو هيجي. فمن نقول التي معناته شنو هو؟ التورك مال الموتور. الاف هو الفيزيكوس ديفراكشن، الاي بي هي الباقي ام اف، الاي اف هو الفيلد مالت الكرنت مالت الفيلد، الاي اي هو الكرنت مال الارميتشر، وهكذا حتى هذه المصطلحات ستاندر من نتعامل مع الديسيماتور، لان حناخذ الفيلد اكزايتيشن كنترول والكرنت اكزايتيشن كنترول اللي هو نقصد به الارميتشر اللي هو سد نحكي عليه. هذا الستراكشر مالت الديسيماتور، هذا الستراكشر باباتي، هذا من اني اقول ارميتشر دا احكي هنا، من اقول فيلد اكزايتيشن دا احكي هنا، من اقول شفت ومومنت اوف انيرشيا وماس وفراكشن وهذا دا احكي هنا. هذين الاجزاء الثلاثه 1 2 3 بالماطور، ماكو غيرهم. فراح نجي الماطور، انا حتى اسوي بحركه وانقل او واشغل هن شغلتين، يا اما اعتمد على الارميتشر اللي هسه نشرحها احنا، على الارميتشر كنترول او على الفيلد اكزايتيشن اللي هو هذا، حناخذهم اثنين هذا. الان شلون اسوي ماتماتيكال موديل لهيجي سيستم؟ الان انا عندي هذا السيركت دايجرام لارميتشر كنترول ديسيماتور،
بعدين من اقول لك ارسم لي الفيلد اكسايتيشن كنترول للدي سي موتور حيختلف شويه، لازم تفهم هذا من هذا. اوكي، نجي الى شلون اسوي له معادله. اول معادله لازم يعني ممكن اكتبها وسهله، هي معادله التورك. التورك حيكون كونستانت في الارميتشر كرنت في الفلاكس اللي هو هذه. اوكي، معرف لك اني الابساي هو الاير جاب فلاكس، والفلاكس منطق معادلته الكي اف في الاي اف، ده تشوف الفلاكس وين بالاي اف. اوكي، التورك ويا الارميتشر ما له علاقه الفيلد، لذلك هو اكو تو تكنيكس، اكو فيلد اكزايتيشن واكو ارميتشر اللي هو كرنت اكزايتيشن. فاذا المعادله النهائيه للتورك هي هاي لازم تعرفها. هذا التورك يساوي لنا الكي 1 في الاي اي في الكي اف في الاي اف. زين، لما يكون اني عندي، لما اني استخدم كرنت اكزايتيشن الفيلد كونستانت، ما يمكن استخدم الاثنيناتهم، هي يا هاي يا هاي. ف حيكون عندي، راح يكون التورك هو عباره عن كي في الاي اي، لان الثاني الكي كونستانت، لذلك راح يكون هذا الكي هو شامل للكي 1 والكي اف. من هو الفعال؟ الفيلد لو الارميتشر تعتمد. ف حتى يكون الموضوع بالموديلنج جنرال ومحسوبه ديك وذن بالداخل، راح نقول التي يساوي ان الكي في الاي اي. الكي شنو هو هذا؟ هذا الموتور تورك كونستانت، احفظوه. اوكي، لان مرات اجي بالسؤال اقول، ما اقول لك الكي، اقول لك الارمتشر تورك كونستانت يساوي، فلازم تعرف هذا شنو هو وبيا معادله تخليه. نجي الى معادله الاي بي، الباق اي ام اف، هي الكي 2 في الفلاكس، واذا كان الفلاكس كونستانت راح يكون شكل المعادله هو هذا، ال اي بي تساوي ان الكي بي في الدي 5 باي دي تي، لان هو يعتمد على ايش قد الدوران، فلذلك راح يكون مال الشفت، فلذلك راح يكون دي 5 باي دي تي، والفاي هي الزاويه اللي يدور بها الشفت. نجي الى، لذلك راح نقدر نكتب معادله نهائيه للوب مالتنا، للدائره مالتنا، راح يكون ال اي في الاس اي اي، لانه هذا الدي اي باي دي تي واس، بلس الار اي في الاي اي، بلس الاي بي عرفناها شنو هو الان من هاي المعادله، وتساوي لنا الاي اي. اذا الان بالامكان اكتب معادله المومنت اوف انيرشيا النهائيه، لانه المومنت اوف انيرشيا ما دام عندي شفت يدور، اذا هو الدريفيتيف الثانيه، لان هذا مات، بس لانه دوران راح يكون له مومنت اوف انيرشيا، لو ترانسليشنال كان له اكسلريشن. فاذا الجي في الدي الثانيه للفاي اوفر تي بلس الاف، الدي الاف هو معامل الفراكشن، يعني كل دوران الى فراكشن وكل ترانسليشنال ايضا الى فراكشن، بس ذاك يسمونه كي بي، راح ناخذه بالميكانيكال ديتيلز، يساوي لي التي اللي هو شو يساوي لي الكي في الاي اي. اذا الان نقدر نوجد معادله بين التي وبين المومنت اوف انيرشيا. الان عندي دولة المعادلات الاربعه الجاهزه، راح اخذ لهم لابلاس حتى اوجد المعادله النهائيه. هذه معادله الاي بي، وهذه معادله اللوب مالت الارميتشر سيركت، وهذه معادله المومنت اوف انيرشيا. الان عوضتها مع التي، دولة ابسطهم اوجد معادله الفاي الثيتا اللي هي الدوران مالت الشفت، زاويه الدوران مال الشفت مع الاي مالت الارميتشر، لذلك هو عندنا نقول له ارميتشر كنترول فور دي سي موتور. واضحه يا شباب؟ واضحه دكتور. دكتور بس ترى والله صارت هوايه، يعني ما لحقنا نقرا ذنيت شويه، ما بقى لنا شيء
بقى لنا تو سلايد لان هي محسوبه. يا منو اكرم انت ولا محمد؟ نعم دكتور اكرم. اي اكرم محسوبه بعد سلايدين نوقف 125 نوقف. دكتور نعم دكتور بس الحرف الجي شنو يقصد به؟ ما سمعت الصوت. مومنت اوف انيرشيا، مومنت اوف انيرشيا. احنا محمد عندنا بال راح ناخذها بالميكانيكال سيستم. اي كتله تتحرك راح يكون لها يا اما مومنت اوف انيرشيا يا اما اكسلريشن. اذا هي تتحرك على ازاحه لينيا يعني ديسبيسمنت ترانزيشنال طوليه فهي هذه يصير لها اكسلريشن. لكن اذا تدور راح يكون لها مومنت اوف انيرشيا عزم. واضحه؟ فبما انه هو شفت ويدور فلازم نحسب له المومنت اوف انيرشيا. لذلك هو مشتقه ثانيه. بس مشتقه ثانيه لمن؟ هناك مشتقه ثانيه للازاحه، اشتقيناها المره الاولى صارت سرعه، اشتقيناها المره الثانيه صارت اكسلريشن بالحركه الطوليه. بالدوران نشتق مره اولى ها؟ تكون سرعه زاويه. نشتق مره ثانيه يكون مومنت اوف انيرشيا. واضحه؟ هذا الشق الاول مالت الارميتشر كنترول للدي سي موتور. الان دكتور بالنسبه للمعادلات، دكتور بالنسبه للمعادلات بس هاي الاشتقاقات لو بس مطلوبه لو كليتها لو بس هاي الاخير شيء طلعت بيه لا مطلوب الاشتقاق بالنسبه لكم الدي سي موتور، لان الدي سي موتور يعتبر واحد من مفردات علم الكهرباء، هو والار ار سي سيركت والاوبريشن امبليفاير. حناخذ عندنا مطلوبات اشتقاق وتعويض، بعدين اجي انطيك ماتورز بس منطيك اني ار اي تساوي لنا 200 اوم، ال اي يساوي لنا 0.01 هنري، الجي كذا كذا، انطيك يا اما انطيك قيمه نهائيه او انطيك ينحسب. لذلك انا من عرفت لكم اياهن عرفت لكم اياهن حتى باليونت مالتهن شنو هي اليونت منين يتكون حتى بعدين من انطيك تعرف تحسبه. فهذا مطلوب تفتهمه دكتور تحفظ القوانين وتعرف تشتغل. ما فهمنا من خطوط لابلاس اذا هو اشتقاق هو شنو عوض معادله معادله وحل هاي لينير الجبريك اكويجن ما يحتاج يعني اعوض لك الاي تساوي لي هالقد حلوها اذا ما قدرتوا اعتبروها همور اعتبروا هذه ما دام يعني انتم هيجي هذه همورك ايجادها. اوكي اليوم انزل لكم او بكره انزل لكم الهمورك المطلوب من عندكم صار 3 همورك ارجع للمحاضره والخص لكم اياها وادز لكم اياها. هذا همورك توجدوا لي هذه المعادله من ذني الاربع معادلات. ما يراد الانشياء يا اكرم. اوكي انتم الان صف رابع هذه الجبرك صف ثالث كليه صف ثالث متوسط يحلها. اوكي هذا قلب مو اي واحد بيكم انا مو اقول فلان يعني راح اخذ عليه يعني باد ريفيو. انتم كلكم عندي نفس الشيء. المهم انه اكو طالب صف رابع ده يحكي على انه شلون يوجد يعوض معادله معادله ويوجد معادله. نجي على فيلد كنترول دي سي موتور اللي هو احنا نسميه فيلد اكزايتيشن. دائما هذين المسميات يعرفوها فيلد اكزايتيشن معناتها فيلد كنترول دي سي موتور، كرنت اكزايتيشن يعني ارميتشر كنترول دي سي موتور. شوفوا الان الدائره اختلفت شويه. شلون اختلفت؟ الدائره صارت الار اي وين الارميتشر؟ بالجهه اليمين. الفعال من هو الان بالموضوع؟ دائره الفيلد اكزايتيشن. عندي اي اف هي اللي راح تأجج الموضوع، هي اللي راح تولد الحركه بالموتور مو الارميتشر. فنجي راح نعطي حيولد عندنا الاي اف حي الاي اف هي اللي راح تسوي الحركه. فنجي نسوي موديلنج لهاي اريد اوجد هناك وجدنا الفاي من الاي اي تمام بالموضوع السابق وجدنا هذا الثيتا اللي هي زاويه دوران الشفت مالت المطار من الاي اي بينما هنا راح نوجدها من ايش؟ الثيتا من الاي اف. هذا الفرق ما بيناتهم.
نجي نفس الشيء مع احنا كل الباراميترز. لكن الان سالتكم قلت لكم اكو تو تكنيكس من سالتكم مش ماخذين بالهذا. فنجي راح تكون المعادله الاولى هي نفسها مالت التورك اوكي، لكن الان مع الاي اف هناك فعلناها مع الاي اي، هنا حنفعلها مع الاي اف. ناخذ كيرشوف فولتج لو لدائره الفيلد اكسايتيشن، راح يكون ال اس اي اف بلس الار اف في الاي اف يساوي للاي اف. ناخذ المومنت اوف انيرشيا هالمره مع الاي اف راح يكون بهالشكل هذا. هذين المعادلتين حناخذين لابلاس اسهل بالموديلنج من الارميتشر، فراح تكون عندي هذه المعادلتين. اوجد من عندها الثيتا على الاي اي تكون بهالشكل هذا. هام ورك لكم ايضا هذا، توجد لي المعادلات الترانسفير فانكشن للثيتا من الاي اف والاي اف من الاي اف اوكي. مع الشرات عندكم الهام ورك، لكن انا ايضا حرجع الخص لكم اياها وادز لكم اياها على الشكل هام ورك شيت اسمه الهام ورك الثالث، بالاضافه الى الهام ورك مالتكم الاصلي مال هذاك حيكون كونتينيوس وياكم اوكي. بعد ما حنوجده حنرجع بالموديلنج النهائي حنسوي له بلوك دايجرام وهكذا، كل مره نحل به ستيب معين اوكي يا شباب. واضحة؟ تمام. لهنا أنا حنتوقف. الأسبوع القادم حناخذ الميكانيكال والثيرمال والكومباين سيستم، ونكون ختمنا الموديلنج. ناخذ أسبوع مراجعة، تحلون أمثلة، تسألوني وهكذا. نعم بابا. السي هو اللي يحدد لنا الأوتبوت، سواء كان فولتي او تيار او اي شيء. مو نعم دكتور. اي نعم، الشيء اللي حنختاره مثلا انا عندي ثلاث بارامترز حختار 1 0 0 معناته اختارت البارامتر الاول. انا منه الفارض الاول الفولتيه التيار الباور، منه فارضها الاول. واضحه؟ تمام دكتور. اللي الاوتبوت دائما لو المحث لو المتسع المقاومه ما يصير، لان ما بيها تيار متغير. مو هذا اتفقنا عليه؟ شلو انا فاهمه غلط؟ لا 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 غلط غلط غلط. الاوتبوت انا منين من اي باراميتر اقدر اخذه، بس اتفقنا المحاسه والمتسعه هذين هن الستورج اليمنت، لان هذين هن اللي يصير بهن تغير، لذلك سميناهن ستورج اليمنت. اوكي واضحه؟ تمام. يا محمد. نعم دكتور. واحد شفنا الجدول هي والكتلة وياها هذين اللي قلت لنا عليهم. اها تشوف انه احنا بالميكانيك الدمبر والسبرنج والماس عندهم كلهن ستورج اليمنت. ليش؟ لان كلهن يصير بهن تغير، اما احنا ندخل التيار على المقاومه، المقاومه يصير بها تغيير. صح مو صح؟ نعم دكتور. تيار نعم. ثابت. تمام. وبالترانسفورمر الاي يبقى ثابت انه لازم جاي من ان في ان كل الحالات، هم هاي يستمر. نعمد نعرف احنا غلطانين او ما غلطانين، لازم يطلع لنا ان في ان، وبالنسبه للدي يطلع ان في ام عفوا البي. هاي ثابته بالترانسفورمر؟ ثابته. بابا تشوف الحدود مالت الماتريكس، انا من عرفت لكم الماتريكس كاتب لكم اياها ان في ان، ان في ام، واحد في ام، واحد في ان، هذني ثابتات ولازم تعرف انت الام من هو. نعم دكتور. هو والان الان هو الاوردر مال الدنوميتر، والام هو الاوردر مال اليونت. واضح؟ نعم نعم. بارك الله بكم.